دلوقتي جه معانا مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. منتخب مصر الاول لكره القدم بقياده حسام حسن واصل تدريبات الفريق استعدادا لمباراتي موريتانيا اللي هيتلعبوا يوم 11 و15 اكتوبر الجاري، ده في الجوله الثالثه والرابعه من التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2025 من المغرب. واكتملت صفوف منتخبنا الوطني بعد انضمام الرباعي المحترف محمد عبد المنعم ومحمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش. الموقع الرسمي للفيفا أشاد بالنادي الأهلي قبل مبارياته في بطولتي انتركونتيننتال وكأس العالم للأندية، وكتب الموقع الرسمي للفيفا على حسابه الرسمي الأهلي عملاق إفريقي يبحث عن التاريخ في كأس العالم للأندية. امبارح قنوات اون تايم سبورتس اعلنت الحصول على حقوق اذاعه مباراتي الاهلي والعين الاماراتي المقرر لها يوم 29 اكتوبر الجاري في كاس انتر كونتيننتال. نادي بيراميدز خاض امبارح اول تدريباته في معسكره بمدينه بوردور التركيه استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد واللي هتبدا بلقاء الزمالك في نهائي بطوله كاس السوبر الاماراتي بالامارات. وقرر المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يوريتيتش ان يخوض الفريق اول ايامه في معسكر تركيا بالتدريب على فترتين، وانقسم الميران الى تدريبات في الجيم بمشاركه جميع اللاعبين قبل النزول للملعب واداء الوحدات البدنيه في الملعب وبعض التدريبات الخططيه. اللاعب صالح عمارة لاعب مصر المصارعة توج امبارح بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للمصارعة للرواد بكرواتيا في منافسات وزن 130 كيلوغرام مصارعة حرة. النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد توج بجائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق الملكي عن شهر سبتمبر الماضي، وده بعد المستويات الرائعة اللي قدمها.